السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناه سنتر الرؤى النهارده هنكمل شرح الدرس الاول مفاهيم هندسيه من الوحده الرابعه الهندسه والقياس هنشرح بعض العلاقات بين الزوايا من منهج الرياضيات للصف الاول الاعدادي الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب. ثالثا بعض العلاقات بين الزوايا اول حاجة نعرفها مع بعض تعريف الزاويتان المتجاورتان إيه هما الزاويتان المتجاورتان؟ هما زاويتان مشتركتان في رأس وضلع والضلعان الآخران في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. يبقى الزاويتين نقول عليهم متجاورتان إذا كانوا إيه مشتركين في رأس وضلع والضلعين الآخرين في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. طب نقولوا مثلا في الشكل المقابل الزاوية أ ب د أ ب د الزاوية دي والزاوية ج ب د ج ب د اللي هي الزاوية دي الزاويتين دول نقول عليهم متجاورتان ليه؟ لأن بهم أول حاجة رأس مشترك اللي هي ب رأس مشترك اللي هي ب والضلع ب د هو الضلع المشترك الضلع يا به ضلع مشترك وكل من الضلعين به ألف وبه جيم به ألف وبه جيم الضلعين دولة في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك به د يبقى الضلعين دولة في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك به د فكده نقول عليهم ايه زاويتان متجاورتان طب هنا يقول لك نقاط هامة الزاوية ب أ ج والزاوية ه د ج غير متجاورتين يبقى الزاويتين دول ه د ج و ب أ ج الزاوية دي والزاوية دي دول غير متجاورتين ليه لعدم اشتراكهما في الرأس دي رأسها د ودي رأسها أ لعدم اشتراكهما في الرأس والزاوية ب أ ج أدي الزاوية ب أ ج اللي هي الزاوية دي والزاوية ب أ د اللي هي الزاوية الكبيرة دي دول برضو غير متجاورتين لأن الضلعين أ ج و أ د الضلعين دول في جهة واحدة من الضلع المشترك أ ب يبقى الزاويتين دول مشتركين في الرأس وفي ضلع مشترك بينهم بس الضلعين التانيين في جهة واحدة من الضلع المشترك فهنا لا نقول عليهم انهم زاويتين متجاورتين لان ايه فقدوا شرط من شروط الزوايا المتجاورة اللي هم ايه الضلعين الاخران في جهة واحدة من الضلع المشترك اللي هو الف ب تعريف الزاويتان المتتامتان يعني زاويتين متتامتين يعني هما زاويتان مجموع قياسهما تسعين درجة يبقى الزاويتان اللي مجموع قياسهم 90 درجة نقول عليهم زاويتان متتامتان فهنا يقول لك مثلا إذا كان قياس الزاوية ب 20 درجة وقياس الزاوية أ 70 درجة فإن الزاوية ب تتمم الزاوية أ ليه؟ لأن قياس الزاوية أ زائد قياس الزاوية ب يساوي 70 زائد 20 يساوي 90 درجة. طب هنا هيقول لك نقاط هامة متممات الزاوية الواحدة أو الزوايا المتساوية في القياس بتكون متساوية في القياس. يعني مع الجملة دي بيقول لك إن متممات الزاوية الواحدة متممات الزاوية الواحدة أو الزوايا المتساوية في القياس بتكون برضو متساوية في القياس نفهمها مع بعض قالك إذا كانت الزاوية ب تتمم الزاوية أ والزاوية ج تتمم الزاوية أ يبقى عندك أنت إيه الزاوية ب تتمم أ وج تتمم أ فإن إيه ب وج يساوي بعض فإن الزاوية يسوي قياس الزاوية ب يساوي قياس الزاوية ج طيب هنا أقول لك ان الزاويه الحاده تتممها زاويه حاده والزاويه الصفريه تتممها زاويه قائمه تعريف الزاويتان المتكاملتان يبقى الزاويتان المتكاملتان هما زاويتان مجموع قياسهما 180 درجة يبقى عندنا الزاويتان المتتامتان مجموع قياسهم 90 درجة أما الزاويتان المتكاملتان هما زاويتان مجموع قياسهم مية وتمانين درجة. فأقول لك مثلا إذا كان قياس الزاوية ب مية خمسة وعشرين درجة وقياس الزاوية أ خمسة وخمسين درجة، فإن الزاوية ب تكمل الزاوية أ ليه؟ قال لك لأن قياس الزاوية أ زائد قياس الزاوية ب يساوي خمسة وخمسين زائد مية خمسة وعشرين يساوي مية وثمانين درجة. يبقى مجموع قياس الزاويتين مية وثمانين درجة نقول عليهم زاويتان متكاملتان. طيب هنا يقول لك نقاط هامة مكملات الزاوية الواحدة أو الزوايا المتساوية في القياس. بتكون متساوية في القياس يبقى مكملات الزاوية الواحدة أو الزوايا المتساوية في القياس برضو بتكون متساوية في القياس فقال لك فمثلا إذا كان قياس الزاوية أ زائد قياس الزاوية ب يساوي 180 درجة وقياس الزاوية أ زائد قياس الزاوية ج برضو 180 درجة فإن إيه قياس ب يساوي قياس ج يبقى هنا عندك الزاويتين أ مشتركة بين الاتنين، يعني أ زائد ب مية وتمانين و أ زائد ج برضه مية وتمانين، إذا ب تساوي إيه؟ ج، إذا ب قياس الزاوية ب تساوي قياس الزاوية ج. طب هنا هيقول لك إن الزاوية الحادة تكملها زاوية منفرجة، ليه؟ عشان يكملوا مية وتمانين. والزاوية الصفرية تكملها زاوية مستقيمة، ليه؟ لأن قياس الزاوية المستقيمة مية وتمانين درجة. فالزاوية الصفرية تكملها زاوية مستقيمة والزاوية القائمة تكملها زاوية قائمة لأن الزاوية القائمة تسعين تسعين وتسعين مية وثمانين تعريف الزاويتان المتجاورتان المتكاملتان متجاورتان ومتكاملتان إيه تعريفها؟ قال إن الزاويتان المتجاورتان الحادثتان من إيه؟ تقاطع مستقيم وشعاع نقطة بدايته تقع على هذا المستقيم بيبقوا زاويتين إيه؟ متكاملتان يعني متكاملتان مجموع قياسهم 180 درجه يبقى الزاويتين المتجاورتين الحادثتان من تقاطع مستقيم وشعاع ونقطة بداية الشعاع تكون على المستقيم بيكون زاويتين متكاملتين فهنشوف هيقول لك في الشكل المقابل إذا كان المستقيم أ د أدي المستقيم أ د يتقاطع مع الشعاع ب ج في النقطة ب فإن إيه قياس الزاوية أ ب ج اللي هي الزاوية دي زائد قياس الزاوية ج ب د اللي هي الزاوية دي مجموعهم يساوي 180 درجة يعني زاويتين متكاملتين هنشوف مع بعض الضلعان المتطرفان لزاويتين متجاورتين بيقول لنا إذا كانت الزاويتان المتجاورتان متتامتين يعني زاويتين متجاورين ومتتامتين يعني متتامتين يعني مجموعهم 90 درجة فإن ضلعيهما المتطرفين بيكونوا إيه؟ متعامدان، يبقى ضلعيهم ضلعيهما المتطرفان اللي هما على الأطراف بيكونوا إيه؟ بيكونوا متعامدين، يبقى الزاويتين المتجاورتين ويكونوا متتمين، الضلعين المتطرفين اللي هما على الأطراف بيكونوا متعامدين، فقال لك إذا كان قياس الزاوية ب أ د، أدي ب ا د اللي هي الزاوية دي زائد قياس الزاوية جيم الف دال اللي هي الزاوية دي مجموعهم يساوي 90 درجة فإن ايه الضلعين المتطرفين فين هم اللي هم ا ب و ا ج الضلعين دول بيكونوا متعامدين فإن ا ب عمودي على ألف جيم والعكس صحيح يعني العكس صحيح؟ يعني اذا كان الضلعين المتطرفين إذا كان الضلعين المتطرفان متعامدان فإن الزاويتين اللي بينهم إيه؟ الزاويتين اللي بينهم يبقوا متتامتان يعني متتامتان يعني مجموعهم تسعين درجة طب هنا عندنا بيقول لك إذا كانت الزاويتان المتجاورتان متكاملتين يعني متكاملتين يعني مجموعهم مية وثمانين درجة فإن ضلعيهما المتطرفين على استقامة واحدة فالضلعين المتطرفين اللي هما على الأطراف بيكونوا على استقامة واحدة فقال لك إذا كان قياس الزاوية ب أ د زائد قياس الزاوية ج أ د يساوي 180 درجة يبقى الزاوية دي اللي هي ب أ د و ج أ د مجموعهم 180 درجة هنا 55 و 125 يبقوا 180 درجة فإن إيه؟ فإن الشعاع أ ب والشعاع أ ج على استقامة واحدة. ما مجموع الزاويتين 180 يبقى إيه؟ على استقامة واحدة. والزاويتين يبقوا إيه؟ يبقوا متكاملتين، متجاورتان ومتكاملتان. يبقى إيه؟ والعكس صحيح؟ يعني العكس صحيح. إذا كانت الضلعين متطرفين على استقامة واحدة يبقى مجموع الزاويتين 180 درجة مجموع الزاويتين دول ايه 180 درجة يعني متكاملتان مثال رقم اثنين بيقول لك في كل شكل مما يأتي هل به ألف وبه دال على استقامة واحدة أم لا ولماذا طيب نشوف أول شكل معانا هنا يقول لك به ألف وبه دال على استقامة واحدة بنشوف طيب مجموع الزوايا اللي بينهم فهنا عندنا في الشكل رقم واحد قياس الزاوية أ ب ج اللي هي الزاوية دي زائد قياس الزاوية د ب ج اللي هي الزاوية دي مية وتمانية وعشرين وخمسين فنقول خمسين زائد مية وعشرين يساوي مية تمانية وسبعين يعني لا يساوي مجموعهم مية وتمانين مجموعهم مش مية وتمانين فإن ب أ وبه دال د ليس على استقامة واحدة طب هنا عندنا في الشكل رقم اتنين قياس الزاوية أ ب ج خمسة وأربعين درجة زائد قياس الزاوية ج ب د مية خمسة وتلاتين فأقول خمسة وأربعين زائد مية خمسة وتلاتين يساوي مية وتمانين درجة يبقى مادام يساوي مية وتمانين درجة إذا الشعاع ب أ وبه دال على استقامة واحدة لأن مجموع الزوايا بينهم 180 درجة يبقى زاويتان متكاملتان في مثال رقم ثلاثة بيقول لك في الشكل المقابل المستقيم أ ب آدي المستقيم أ ب والمستقيم ج د آدي المستقيم ج د يتقاطع في النقطة ه وقياس الزاوية ج ه وقياس الزاوية ج ه ب اللي هي الزاوية دي مية خمسة وعشرين درجة عايز منينا قياس الزاوية أ ه ج عايز منينا قياس الزاوية دي وقياس الزاوية أ ه د أ ه د اللي الزاوية دي وقياس الزاوية ب ه د اللي هي الزاوية دي عايز ايه قياس الزاوية التلات عايز قياس التلات زوايا دول وبيقول لك ماذا تلاحظ الحل قياس الزاوية أ ه ج أ ه ج اللي هي الزاوية دي يساوي ايه مية ناقص الزاوية دي ليه؟ لأن دول على استقامة واحدة أ ب مستقيم يبقى هنا ايه الضلعين دول على استقامة واحدة اللي هو ه د اللي هما ه أ ه ب على استقامة واحدة يبقى مجموع الزوايا اللي بينهم مية أو زوايا متكاملة. فالزاوية دي تساوي 180 ناقص 125 علقوها 55 درجة وقياس الزاوية أ ه د اللي هي الزاوية دي بيساوي إيه؟ بيساوي 180 برضو ناقص 55 لأن الزاوية دي جبناها إحنا 55 فنقوله 180 ناقص 55 علاج الزاوية دي كام؟ 125 وقياس الزاوية ب ه د ب ه د اللي هي الزاوية دي تساوي ايه برضو تساوي مية وثمانين ناقص مية خمسة وعشرين هي الزاوية دي لان ده مستقيم يساوي كام يساوي خمسة وخمسين درجة هنلاحظ ايه هنلاحظ ان الزاوية ا ه جيم تساوي الزاوية د ه ب الزاوية دي تساوي الزاوية دي والزاوية أ ه د تساوي الزاوية ج ه ب يبقى الزاوية دي تساوي الزاوية دي تعريف الزاويتان المتقابلتان بالرأس يعني زاويتين متقابلتين بالرأس؟ قالك إذا تقاطع مستقيمان فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس تكونان متساويتين في القياس يبقى عندك انت مستقيمين متقاطعين. مستقيمان متقاطعين يبقى عندك مستقيمين متقاطعين كل الزاويتين متقابلتين بالرأس بيكونوا متساويين في القياس الكلام ده نفهموه مع بعض في الشكل المقابل إذا كان المستقيم أ ب آه المستقيم أ ب بيتقاطع مع المستقيم ج د يتقاطع مع المستقيم ج د في النقطة ه فإن إيه قياس الزاوية أ ه ج اللي هي الزاوية دي يساوي قياس الزاوية ب ه د اللي هي الزاوية دي وقياس الزاوية ج ه ب ج ه ب اللي هي الزاوية الكبيرة دي يساوي قياس الزاوية أ ه د اللي هي الزاوية دي طبعا شوف مع بعض مثال رقم أربعة بيقول لك في الشكل المقابل المستقيم أ ب هذا المستقيم أ ب يتقاطع مع المستقيم ج د اذا المستقيم ج د في النقطه م النقطه م طب هنا اقول لك قياس الزاويه د م ه د م ه اللي هي الزاويه دي يساوي قياس الزاويه ه م ب ه م ب اللي هي الزاويه دي يساوي برضه 30 هيقول لك اوجد قياس الزاويه ا ميم ج عايز قياس الزاوية دي طب احنا عندنا المستقيمين متقاطعين في نقطة ميم يبقى اذا ايه كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتان في القياس طب انت الزاوية دي اللي هي ا م ج تقابل الزاوية د ميم ب طيب طب الزاوية د م ب تساوي ايه تساوي 30 زائد 30 تساوي 60 اذا الزاوية ا م ج تساوي برضه ستين فهنا يقول لك الحل قياس الزاوية د م ب تساوي تلاتين زائد تلاتين تساوي ستين درجة وقياس الزاوية أ م ج يساوي قياس الزاوية د م ب يساوي ستين ليه؟ لأنهم زاويتان متقابلتان بالرأس وإحنا قلنا إن إذا كان في مستقيمين متقاطعين في نقطة فإن كل زاويتان متقابلتان بالرأس متساويتان في القياس تعريف الزوايا المتجمعة حول نقطة يعني الزوايا المتجمعة حول نقطة قال لك إن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360 درجة يبقى أي زوايا متجمعة حول نقطة مجموعهم 360 درجة يعني متجمعة حول نقطة يعني بيشتركوا في رأس واحدة بالزوايا اللي بتشترك في رأس واحدة مجموع قياساتهم كلهم 360 درجة فقال لك في الشكل المقابل إذا كان الشعاع م أ يتقاطع مع الشعاع ميم ب يتقاطع مع الشعاع م ج يتقاطع مع الشعاع ميم, ميم د في النقطة ميم يبقى عندك أنت أربع شعاعات يتقاطعوا في النقطة ميم هنا قياس الزاوية إيه؟ أ م ب زائد قياس الزاوية ب م جيم اللي هي الزاوية دي زائد قياس الزاوية جيم ميم دال اللي هي دا الزاوية دي زائد قياس الزاوية د ميم ألف اللي هي الزاوية دي كلهم مجموعهم يساوي تلتمية وستين درجة طبعا نشوف مع بعض المثال رقم خمسة بيقول لك في في كل شكل من الشكلين الآتيين أوجد قياس س بالدرجات عايز مننا قياس س اللي هي الزاوية دي بالدرجات والزاوية دي بالدرجات الحل هنا عندنا دول زوايا متجمعة حول نقطة النقطة مين النقطة ميم يبقى الزوايا دي كلها تسمى زوايا متجمعة حول النقطة مين يعني مجموعهم 360 درجة فعشان نجيب س بالدرجات هنقول 360 ناقص مجموع الثلاث زوايا دول فأنا قلت في الشكل رقم واحد س تساوي 360 ناقص 100 زائد زي 95 زائد 70 يساوي خمسة وتسعين درجة يبقى دي خمسة وتسعين درجة وفي الشكل رقم اتنين الزاوية دي برضو تساوي ايه تلتمية وستين ناقص مجموع التلات زوايا دي زاوية قائمة تسعين ودي مية واربعين ودي خمسة وستين فنقول تلتمية وستين ناقص تسعين زائد مية واربعين زائد خمسة وستين هنلاقي الزاوية دي كام اللي هي س تساوي خمسة وستين يبقى هنا هيقول لنا إن الزوايا أ م ب و ب م ج و ج م د و د م أ تسمى إيه؟ زوايا متجمعة حول النقطة م. هنشوف مع بعض تعريف منصف الزاوية، يعني إيه منصف الزاوية؟ منصف الزاويه هو الشعاع الذي يقسم الزاويه الى زاويتين متساويتين في القياس ده اسمه منصف الزاويه فمثلا في الشكل المقابل اذا كان الشعاع ا د ينصف الزاويه ب ا ج فان ايه ب ا د تساوي قياس الزاويه ج ا د يبقى الزاويه ب ا د يساوي قياس الزاويه د ا ج يبقى الزاويه دي تساوي الزاويه دي الكلام ده امتى لما الشعاع ا د ينصف الزاويه الكبيره اللي هي ب ا ج نقاط هامه بيقول لك ان المنصفان لزاويتين متجاورتين متكاملتين يكونان متعامدين يبقى المنصفين لزاويتين متجاورتين ومتكاملتين بيكونوا إيه؟ متعامدين، يبقى المنصفان لزاويتين متجاورتين ومتكاملتين، يعني متكاملتين؟ إحنا قلنا يعني مجموعهم مية درجة، المنصفين دول بيكونوا إيه؟ بيكونوا متعامدين، هنفهمها يعني لما نشوف المثال اللي معانا في الشكل المقابل إذا كان المستقيم أ ب. يتقاطع مع مستقيم ج ه في النقطة م تمام طب عندنا م د عمودي على ج ه م د دي عمود على ج ه تمام وم ب ينصف الزاوية ه م د يبقى م ب اللي هو الشعاع دي بينصف الزاوية ايه الزاويه د م ه اللي هي الزاويه دي فاذا الزاويه دي تساوي الزاويه دي قسمها الى زاويتين متساويتين عايز مننا ايه اوجد قياسات الزوايا التاليه د م ه د م ه عايز مننا الزاويه دي كلها والزاويه ب م ه ب م ه دي هي الزاويه الصغيره دي والزاويه ا م ج ألف ميم جيم بعد من قياس الزاوية دي والزاوية ألف ميم هي اللي هي الزاوية الكبيرة دي الحل بما أن الشعاع ميم دال هذه الشعاع ميم دال عمود على المستقيم جيم هي إذا إيه إذا قياس الزاوية دال ميم هي دال ميم هي تساوي 90 درجة يبقى بما أن إيه ان الشعاع ده عمود على المستقيم ده اذا الزاوية دي تسعين درجة وبما ان الشعاع م ب ينصف الزاوية د م ه يعني ينصفها يعني نقسمها لزاويتين متساويتين اذا قياس الزاوية ب م ه اللي هي الزاوية الصغيرة دي تساوي نص قياس الزاوية د ميم ه اللي هي الزاوية المسطى اللي هي الزاوية القائمة اللي هي تسعين درجة فنقول نص التسعين يدينا خمسة وأربعين درجة يبقى الزاوية دي خمسة وأربعين اللي هي الزاوية مين ب ميم ه خمسة وأربعين درجة طب بما أن أ ب يتقاطع مع م ه في النقطة م إذا قياس الزاوية أ م ج يساوي قياس الزاوية ب م ه ليه؟ يساوي خمس يساوي خمسة واربعين ليه؟ لأنهم زاويتان متقابلتان بالرأس يبقى الزاوية دي تساوي الزاوية دي لأن الشو- المستقيمين دول متقاطعين فكل زاويتين متقابلتين متساويتان في القياس فالزاوية دي تقابلها الزاوية دي فدي خمسة واربعين ودي خمسة واربعين طب قياس الزاوية الكبيرة اللي هي مين؟ أ ميم ه طب دي خمسة واربعين يبقى دي تساوي كام؟ تساوي 180 ناقص 45 لأن ده مستقيم ودول زاويتين متكاملتين يعني متكاملتين يعني مجموعهم 180 درجة فتقول إذا قياس الزاوية أ م ه تساوي 180 ناقص 45 تساوي 135 درجة يبقى الزاوية دي 135 درجة وبكده كنا وصلنا معاكم لنهاية درس النهاردة أرجو تكونوا استفدتوا معانا لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته